ناس ديال النظافة يعني خدامين. يعني الإنسان الله يكون في العوان طريف الخبز في هذه الظروف. يعني الله يحد الباس على كل شيء. الإنسان ما ينساش راه بعض القطاعات واحد الشريحة المجتمع بأنه المكاتب والأقدار بحال هذا الشيء ديال كورونا جعلتهم أنهم هما اللي في الجبهة الأولية ضد هذا الفيروس ديال كورونا. يعني في الجبهة الأمامية شكون هما هاد الناس؟ هما الناس ديال الطب، الأطباء، الصيادلة، السلطات العمومية بجميع الأنواع ديالها، هاد القوة العمومية، هادو الأقدار الإلهية هي اللي جعلتهم أنهم حاليا هم الأولى. والإنسان كيضحي، بولاده، كيضحي بالصحة دياله، كيضحي بالمستقبل دياله، وكيقوم بالخدمة دياله رغم الظروف. هاد الشيء خصو واحد التفاتة وخصو واحد العرفان بالجميل. البوليس والنظافة الله يكون في عوانهم، واجب كأديوه. والشعب يعني خصو حتى هو يلتزم بداكشي اللي كطلبوا منه السلطة العمومية. سوبر مارشيات راهم خدامين، الحركة ماشي عادية ولكن الحركة مستمرة. نصيحة ما غاديش ندير انا اللي كننصحكم او لا شي حاجة نحسن من الناس او لا شي حاجة، ولكن ما فيها بس نذكروا بعضنا انه في هذه الظروف الانسان يتفكر الانسان الفقير، يعني يتفكر لان التكافل والتضامن ما غاديش يحل محل اي اجراء دار. التكافل الاجتماعي ما يعني كيبقى دائما هو اول حلقه في الانقاذ ديال الناس مع بعضهم وفي مساعده الفقراء والمحتاجين. الانسان كيف كتعرفوا حنايا في الاسلام، الاسلام كيوصي بالدرجه الاولى على الناس المتعففين، راه مذكوره في القران. شكون هما المتعففين؟ المتعففين هو اللي كتكون مضروبه فيه حتى الجذر وما كيسعاش، ما كيطلبش، ما كيدقش على الناس. هادو هما اللي الاسلام كيركز كيقول لك بان ردوا بالكم ليهم، لان كتكون الكرامه ديالو كتمنعو انه يطلب. وحنايا خاصنا نحاولوا ما امكن يعني نتحسسوا الناس اللي متعففين ما كيقدروش وكيكونوا فقراء. هادو نحاولوا ما امكن
نحافظوا لهم الكرامه ديالهم، ما نخليهمش يوصلوا لديك المرحله ديال ان ماء الوجه يمشي له. نسبقوا الناس اللي ما كيهضروش. هذه الطبقه هي هذه، ان الانسان خصو يحاول ما امكن يفتش عليها ويحاول ما امكن يوصل لها داك الشيء اللي يقدر. ما غاديش نقول بقى تعطي البنادم الشياطه، لا، ولكن اعطي البنادم من داك الشيء اللي في المستوى ديالك. واحسن حاجه في الظروف اللي حنايا فيها هو ان احسن حاجه الانسان الى ما لقى ما يدير يعطي مساعده ماديه باش الانسان يكون حر يجيبها اللي يبغى، لان ما الانسان محتاج يقدر هو باغي حاجه وما يحشم يقول لك انا باغي كذا وكذا، وعلى يجي من الله راه كيطلب غير الماكله وحوايج. غادي يتسبقوا الناس المتعففين ويكون واحد التآزر واحد التضامن، وبلا ما نضطروا اننا نفضحوا الناس اللي ما عندهمش، او لا نبقاو نبانوا بالناس اللي ما عندهمش، او لا نجمعوا دوك جيماوات ونجمعوا لايكات الى غير ذلك. انا كنهضر بنيه حسنه، واللي بغى يدير شي حاجه علانيه على اساس انه يدفع ناس اخرين حتى هما يتعاندوا، هذيك مزيانه، كيقولوا مزيانه، حتى انا كنشوفها مزيانه. الا كنتي غادي دير واحد العمل على اساس انك تدفع واحد اخر مزيانه، ولكن الا كنتي كديرها على اساس شي حاجه اخرى راها ما مزياناش. بالنسبة للناس كبار السن اللي كيكون ضروري خصهم يتحركوا إلى غير ذلك، ما فيها بس يتحركوا في الدار، وإلا قدر الإنسان يدير الشغل، علاش ما يديرش؟ يحرك يده ويحرك رجله شوية ويتمشى ويطلع من هنا من هنا من هذا البيت لهذا، المهم يدير شي حاجة، ما يبقاش غير راقد، ما يبقاش غير ناعس تكي، لا، تحركوا حتى هما شي شوية، والإنسان يحركهم شي شوية ويدير فيهم الكونفيونس ويدير فيهم الثقة. لان بالنسبه للشوارف راه كتعرفوا الانسان راه الا تجبد غير يومين ثلاث ايام الامراض كتبقى تجمع هذه على هذه، اذا من الاحسن يتحركوا ولو غير في الدار حركه بسيطه وهذه الى غير ذلك، ويدير الشغل ديرو عادي عادي. تقريبا دقائق، اذا تقريبا الساعه علينا 6،
إلى اللقاء فرصة أخرى.